بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها الأخوة المسلمون، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، لدينا يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن نستضيف لمحاضرة الليلة سماحة الشيخ عبد الله بن محمد الحميد، يحدثنا حول ندوة الليلة وموضوعها نواقض الإسلام كما بينها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فأتمنى له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به وأن يجعل علمه في ميزان عمله يوم القيامة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ويستهل المحاضرة سماحة الشيخ، سأتمنى له هذه اللفتة الكريمة وهذا الطوع المحمود، وبارك الله له. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قرأ قارئنا هذه السورة العظيمة وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث للأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فقوله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. لا شك ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجد هذه السماوات والارض، وهو الذي اوجد هذا العالم من عدم، فإن هذا العالم مشبوك بأدم، ولكن الله أوجده وخلقه. لأي شيء أوجد هذا العالم؟ أوجده لحكمة عظيمة، ولا سيما الإنس والجن، فالله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش معنى يعبدون؟ معنى يعبدون يوحدون. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما جاء في القرآن اتقوا أو اعبدون أو فيراد به يوحدون. ومعنى التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن هذا لا يتم إلا بشهادة أن محمد رسول الله، إذ أنك لا تعرف العبادة ولا تعرف الطريق الموصل إلى الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فمن الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله لم يخلق الخلق عبثا، ولم يخلقهم سدى، لا مأمورين ولا منهيين، بل خلقهم لهذه الحكمة العظيمة ألا وهي عبادته. فواجب على كل مسلم ألا يكون في قلبه أجل ولا أعظم من خالقه وباريه، بحيث يصب العبادة له جل وعلا، ولا يكون في قلبه شركة لسوى. الإسلام هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، فمثل يأمر قومه بالإسلام، وكذلك موسى وإبراهيم وعيسى وغيرهم من سائر الأنبياء. ومن يرتضي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. وقال ابن قصة:
وسؤاله النبأ نوح قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ذمة مقدور إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجل الإسلام فأمرت أن أكون من المسلمين. فهذا قوم نوح عليه السلام وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام فالله لا يقبل أي دين سوى الدين الإسلام. والذي يناقض الإسلام ويخرج به إلى الكفر منهما ويخرج إلى الكفر ومنهما وسائر إلى الشرك وذرائع. فكل هذه بينها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الوسائل وبين الغايات يحذرنا أن نقع في مثل ما وقع فيه من سبقنا من الأمم الذين كذبوا أنبياءها وعصوا رسلها. أولا الذي ينقض الإسلام وينادي هو الشرك. قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهيب الريح في مكان سحيق. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد تقول ما ضابط الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه؟ نقول لك ضابط الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هذا ضابط الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فالذي هو من خصائص الله كالدعاء والذبح والنذر والاستعانة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فمتى ذبحت لدينه من أجل أن لا يضرك أو من أجل أن يجلب لك نفعا فأنت مشرك لأنك صرفت العبادة لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي وذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتأمل الآية بذكرى حيث قرن الذبح مع الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي يدل على أهمية الذبح وأن لا يكون إلا لله. من قوله تعالى فصل لربك وانحر. فإذا ذبح لقصد جن أو ما أشبه ذلك يكفون عنه غرضهم أو يجلبون له نفعا فقد أشرك بالله وهذا لا يغفر إلا بالتوبة منه. هذا من جملة الشرك. وكذلك أيضا من الشرك الذي هو ينافي التوحيد دعاء غير الله بأن يجعل هذا الولي واسطة بينه وبين الله أو الرسول واسطة بينه وبين الله في غير التبليغ. تقول أنا لم أصل إلى الله فتأتي إلى القبر فتنظر له وتذبح له بناء على أنه واسطة بينك وبين الله. فهذا يقول ابن تيمية من فعل هذا فهو كافر إجماعا وهذا يناقض الإسلام. ولا شك أن هذا أمر واضح. لكن من جملة نواقض الإسلام من أبذل طريقة الكفار وصحح مذهبهم وقالهم أحسن من المسلمين كلما تعاملهم معاملة حسنة مالية أو يعيدون مواعيد صدق فتقول إنهم أحسن من المسلمين. لا شك إذا اعتقدت أنهم أحسن من المسلمين فأنت بالحلال الدم والمال فلا تغتر بمجرد صدق معاملتهم أو صدق في القوم ما دام أنهم قوم كفار. فهذا كما قال بعض العلماء المسلم عنده أصل الإيمان
وهذا لا إيمان له. والشيطان عدو للمسلم. إن الشيطان عدو لكم فاتقوه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان بمنزلة اللص. فالكافر نظر منزل الخراب. هل اللص يذهب إلى بيت خرب؟ ما يذهب شيء. اللص والحرام ما يروح دور بيت خراب ما يشيء. فلهذا قد يكون عند نوص ومعاملة لكن لا تنفع هذه لتخلف أصل الإسلام. وأن المسلم عنده أصل الإسلام وإن حصل عند الكذب وإن حصل عند سوء فالشيطان حريص على أن يأتي هذا البيت الذي يجد فيه مال ويجد بعض الشيء يريد أن يسرقه وينتهبه من صاحبه. فكذلك الشيطان مع المسلم ومع الكافر. فمتى قلت انهم احسن من المسلمين وان مذهبهم اصح مذهبا ومعاملتهم اصدق معامله فهذا كفر. نعم قد يكون معاملتهم الدنيويه احسن من معامله بعض المسلمين لكن هذا لا يدل على فضلهم ولا يدل على الميل اليهم بل الشيطان خلص منهم لا مطمع له دينهم ما بقي عندهم الا الصدق والمعامله ولكن اصل الاسلام لا ليس عندهم بل هم من جنس البيت الخالد ما في اي شيء ياخذه السالك. فمن فضل مذهبهم وما هم عليه على المسلمين فلا شك ان هذا مخرج من المله حلال الدم والمال. وكذلك من شك في القرآن أو كذب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خرج عن الإسلام. وحلال الدم والمال إذا فضل طريقة القوانين الوضعية على حكم الله وحكم رسوله. هذا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل الحكم بالقوانين أو ما يؤخذ من آراء الرجال من كناسة الآراء وزبالة الأذان ونحاتة الأذكار أتجعل بجار ما جاء عن الله ورسوله هذا هو الظلم وهو الكفر بعينه. متى فضل القوانين الوضعية على ما جاء في القرآن والسنة بل ومن الفساد في الأرض. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها حتى ولو سموها نظم. قالوا هذا نظام طيب النظم الإدارية ماذا ما في مانع من أنك تتخذ نظام إداري تنظم به بيتك تنظم به دائرتك الموظفين التابعين لك خروجا ومجيئا وتنظيما للأوراق. لا أما بالنسبة إلى الحلال والحرام وبالنسبة إلى ما يجوز وما لا يجوز وبالنسبة إلى إلزام الناس بأن هو يلزم مثلا النظام يلزمك كذا وهو مخالف للقرآن والسنة فهذا كفر خروج عن الإسلام كما قرره العلامة ابن القيم وقرره أئمة هذه الدعوة وغيرهم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومتى حكم الناس بما يسمى الظلم التي هي بالحقيقة قوانين وضعية معقولة من آراء الرجال ومن جبالة الأذهان ونحاتة الأذكار يقولون إنه لا يصلح المجتمع إلا بهذا وأن هذا أمر لا بد منه. نقول هذا من الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون بنظمنا وبما ننظم به أحوال الناس وأموالهم يدخلون بالحلال والحرام ويجنون الناس بما هو غير جائز وغير لازم لهم بناء على أن النظام يقتضي كذا وكذا والشريعة تخالفه وتبطله ويقولون هذا من المصلحة.
لا المصلحة فيما دل عليه القرآن والسنة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يزعمون أن هذا من السياسة وأن من السياسة حفظ حقوق الناس وضبط الناس. نعم لا بأس بحفظ حقوق الناس ولا بأس بضبط الناس، كل هذا طيب، لكن لا على مخالفة شرع الله ودينه. فالسياسة التي جاءت بها الشريعة ثلاثة أقسام: سياسة شرعية دينية، وسياسة جائزة ملاحة، وسياسة شيطانية فرعونية إبليسية. وهذه هي منها السياسة الشيطانية فرعونية الإبليسية. إلا خالف القرآن والسنة وإن زعموا أنه سياسة فهو في الحقيقة ليس بسياسة بل وظلم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذه سياسة فرعون، فإن فرعون يقول لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. طيب إيش عندك يا فرعون من الرشاد الذي تهدي الناس إليه وأنت القائل أنا ربكم الأعلى؟ فكل من جاء بسياسة مخالفة للقرآن يقول أنا أريد الخير وأريد الرشد، هذه سياسة فرعون. لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رد عليه القرآن بقوله وما أمر فرعون برشيد. ما عندكم الرشد في القرآن والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إلى غير ذلك مما دل عليه القرآن. السياسة الثانية سياسة جائزة مباحة، وهي ما لا تخالف قرآنا ولا سنة، لا بأس بها، كسياسة السلطان لرعايا إذا لم تخالف قرآنا ولا سنة. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه إذا هم بغزوة ورى بغيرها، عندما يريد أن يغزو إلى جهة الشمال يشوف الناس يسأل عن الجنوب وعن مياهها والرجل الماء عن الماء والطرق التي يسكنها، حتى يظن الناس أنه يريد الجنوب وهو يريد الشمال. هذا لا بأس به، فإنها لم تخالف قرآنا ولا سنة. وما في هذا المعنى؟ وسياسة دينية شرعية، وهي ما جاء بها القرآن والسنة، كقتل القاتل وإقامة الحد على الزاني وقطع يد السارق والنهي عن معاملة الربوية وما أشبه ذلك مما نهى عنه القرآن والسنة أو أمر به القرآن والسنة. فالخير كله فيما جاء به القرآن والسنة. هذا هو الذي يجب على كل مسلم. ومن نوافل الإسلام أيضا الإعراض عما جاء بالقرآن والسنة وعدم الالتفات إليه. قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. تستدل عليه بالآيات القرآنية الصريحة ظاهرة الدلالة أو من السنة الصحيحة، ومع هذا يعرض غير مبال بها وغير مقتنع بها، مفضلا الطرق الأخرى على تلك الطريقة، وإن كانت تختلف على حسب الأحكام وعلى حسب ما يجب. ومن نواقض الإسلام محبة الكفار والميل إليهم ومساعدتهم على المسلمين، حتى ولو أضرت الإسلام فإنك متى أعنت الكفار وصرت جاسوسا لهم أو فضلت طريقتهم وظاهرتهم فهذا كفر. قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأيضا نواقض الإسلام كثيرة لكن منها ما يصل إلى النقص ومنها ما هو بدعة قادحة في توحيد الأرض. فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية التورط إلى الوصول إلى الغاية التي هي الشرك. فالرسول جاءنا ببيان التوحيد وبين لنا ما ينادي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينادي كماله الواجب من الشرك الأصغر وبين لنا البدع القادحة في توحيد الأرض. فمن البدع القادحة في توحيد الأرض مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو أنك أن تحتفل بعيد ميلادك بناء على أن هذا سنة تخلد به الكفرة. سمعت أن فلان احتفل بميلاده فأن تدعو الناس وتذبح لك بيها أو ما أشبه ذلك. إيش هذا؟ يقال احتفالا بمولدي. إيش احتفال بمولدي؟ من عندك هذا؟ سيد الخلق وأفضل الخلق وأفضل من طلعت عليه الشمس وأفضل من مشى على الأرض وأفضل المخلوقين رسول الله لم يحتفل بميلاد نفسه. أبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها لم يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما بعد عهد النبوة وبعد الناس عن الإسلام دخلت عليهم البدع فاستحسنوها. جعل بعضهم يقلد بعضا من غير دليل ومن غير رؤية بل هم إنما فقط. فها أنا أمثل لك بالنسبة إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر لك ما يقوله المحتفلون وما يرد به عليهم أهل السنة والجماعة. المحتفلون بهذه البدعة يقولون هذا محمد أفضل الخلق وواجب علينا محبته فنحن نحتفل بميلاد النبي وعبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين. فنقيم الاحتفال ما هو إلا شكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين. هذا وجه يقولون ويستدلون بحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ترد عليهم أن تقول لهم أما قولكم هذا الاحتفال إنه عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين وإظهار لمحبته وسبق محبته صلوات الله عليه وسلامه عليه. نقول نعم محبة الرسول متعينة وواجبة وشكر بوجود النبي متعين لكن ليس هو في الاحتفال بل محبته تقتضي متابعته باعتبار ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه ونشر دعوته. هذه محبته وهذا هو الشكر يعني نتيجة الشكر بوجود خاتم النبيين كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فبالله عليك هل تستطيع أن تثبت أن أحدا من الصحابة احتفل بمولد النبي؟ أبدا لا يستطيع. تقول له هل أحد من التابعين استطاع أتستطيع أن تثبت أن أحدا من التابعين كالأوزاعي والزهري وسعيد بن جبير وأصحاب ابن عباس وغيرهم احتفلوا؟ أبدا لا يستطيع. طيب القرن الثالث هل تستطيع أن تثبت أن الإمام البخاري أو مسلم أو الإمام أحمد أو مشايخهم هل تستطيع أن تثبت أنهم احتفلوا بمولد النبي؟ لا يستطيع أبدا.
بيان القرن الأول والثاني والثالث والرابع الذين قال بهم الرسول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم يعرفوا شيئا من هذا. فإن من أول من احتفل به، نقول أول من احتفل به بالمولد هو أبو سعيد كوكبوري أمير إربد في القرن السادس، على ما قاله بعض المؤرخين لما رأى النصارى احتفلوا بمولد عيسى قال نحن واحق أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنصب الخيام وأقام الذبائح للناس ذبحها ونصب القدور واحتفل بالمولد، فتبعه من بعد على هذا، هذا أصله. فإذا كان هذا أصله فكيف نقول بسنية هذا الاحتفال بالعيد؟ ألم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ويرحم الله ابن مسعود رضي الله عنه فإنه قال لقوم رآهم يعملون عملا قال يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم جئتم محمدا وأصحابه إلما. فنقول لهؤلاء الذين يحتفلون بمولد الرسول يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم جئتم محمدا وأصحابه إلما. لو جعلت تقلدهم تحتفل بمولد عيد بعيد ميلادك وما أشبه ذلك، هذا من الخطأ. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ألم يقل عليكم بسنتي يعني هدي وطريقتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ألم نكتفي بهذا ما لنا من بدعة؟ أننا يروح من يروى حديث ما رآه المسلمون حسنا، فقل لهم نجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن الحديث لا يصح ولا أصل له، لو ذكر النعمي في أوائل كتابه معارف أولي الألباب أنه موضوع، ثم أيضا قررنا أنه غير موضوع. يقول ما رآه المسلمون، هل المسلمون رأوا كلهم؟ ما رأى إلا المبتدعة ومن وافقهم، فالمسلمون لم يروا، بل هنا من يخالفهم ويرد عليهم، فبهذا نعرف أنه لا دليل لهم. وأيضا لو فرضنا أن الاحتفال بالمولد مشروع لم يكن الاحتفال بالمولد، لو كان مشروع الاحتفال قلنا الاحتفال بالرسالة والمتعلم لو قلنا بشرعيته، لأن النص لأن النعمة والخير والبركة والرحمة ليست في ولادته صلى الله عليه وسلم، بل في رسالة بنص قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلا وما أرسلناك ولم يقل وما أولدناك أو أوجدناك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنعمة والرحمة والخير والبركة في رسالة بنص هذه الآية وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إلى غير ذلك من الآيات. فلهذا تعرف أن الكثير من الناس هم على بدع، لم ما أنزل الله بها من سلطان، فما هناك أحسن ولا أحسن ولا أجل من العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه سلفنا الصالح. فإن سلفنا الصالح من أشد الناس حرصا على اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نقل بعض العلماء عن الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهذا المسألة بسيطة لكن يدلك على حرصهم. جاء الإمام عبد الرحمن بن مهدي إلى المدينة
فدخل مسجد الرسول فنسف رداءه يريد أن يصلي عليه على رداء نفسه. فجاء الإمام مالك وأخذ وألقى في الشارع، قال ما هكذا يصنع ببلدنا، يعني في بلادنا لم يكن نعود على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نقول لا مانع صليت على ردائك وعلى الجنية، بل جاءت الأحاديث بالصلاة على البشر، ترجم الوجه المنتقى قال باب الصلاة على البشر، وذكر من جملة الأحاديث أن الرسول صلى أن قال له ابن كبرى وأنه صلى عليه وكانت معمولة من حصير، لا بلا بس، لكن كل هذا يدل على شدة حرصهم وأنهم لا يعملون إلا بما كان عليه النبي أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ولا الإسلام ولا الأسف الإسلام لم تر من الآن إلا بقوس هنا وقرش هناك، سوح ما عندنا إسلام إلا مجرد دعاوي، لأن الإسلام في كثير من البلاد انتهى عنهم الإسلام، يحكمون القوانين الوضعية ويستبيحون الزنا ويستبيحون الخمور، وهذا كفر باتفاق المسلمين إذا استحلوه. أما من فعل إذا تحريمه هذا نوع آخر، لكن إذا استحلوا وأداؤوا وتركوا الناس وهم ولاة الأمور فهذا لا شك أن هذا ردة وهذا كفر. فيكفر البلاد كما ترى هذا يعبد القبور ويذبح لها وينذر لها ويطلب منها المدد كما هو معلوم، وهذا من الابتلاء والامتحان. أين هؤلاء من الإسلام؟ أين هؤلاء من قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قسمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء يقولون لا أحمد البدوي أو السيد نبيسة أو كذا، فهذا يسمع وينفع ويضر ويرفع حوائجنا إلى الله. ألم يقرأ والذين تدعون من دونه لا يملكون من كثمين إن تدعون الكثمين واللبادة التي تكون على النواب، اللبادة الرقيقة التي تكون على النواب، هذا الذي أنت تعبده لا يملك حتى ولا اللبادة التي تكون على النواب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم بل هو غافل عنك ولا يدري عنك، ولو سمعوا لو فرضنا انه يسمع لا يستطيع ان يجيبك. ثم هو يتبرأ منك يوم القيامه، ما يقول ما شغلنا بعباده ايانا اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ولو الاخر يتبعون الخمور والزنا والتحكيم بالقوانين الوضعية، ولا أي إنسان يعمل ما يعمل لا حرج عليه ما لم يصل إلى كرسي الرئيس. من وصل إلى كرسي الرئيس فهذا شيء، وأما غيره فيفعل ما يريد. هل هذا إسلام؟ وهل ولاية مثل هذا صحيحة؟ هل ولاية مثل هذا صحيحة شرعية؟ هذه ليست بشرعية ما دام أنه لا ينفع بسم الله الإسلام، لا يغلق أوامر الإسلام ولا ينهى عن منها عن الإسلام، ولا بل يبيح ربا يبيح الزنا يبيح الخمور يبيح أي شيء إلا ما وصل إلى كرسي، هذا الذي عليه أكثر الناس. فهذا يرجى من هؤلاء الإسلام. ولهذا نجد المسلمين هم أضعف الأمم وهم أحقر الأمم بسبب عدولهم عن دينهم، والله لو تمسكوا بدينهم لكانوا أعز الناس وأرقى الأمم وأسعد الناس كما كان عليه سلفنا الصالح. انظر إلى ما كان في أيام الصحابة وبعدهم من الفتوحات العظيمة، في حين أنهم لم يتدربوا تدريبا عسكريا ولم يكن عندهم من السلاح والقوة مثل ما عند غيرهم،
لكن عندهم قوة الإيمان، عندهم قوة الإيمان، قوة الإيمان، هذا هو الذي عندهم، وبهذا فتحوا البلاد وأخضعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالله أخبر بأن العز والنصر للمؤمنين، وأن العلو والرقي للمؤمنين، وقال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي سلطانا. لا يمكن أن الكافر يكون للسلطة على المؤمن أبدا، بل المؤمن هو الذي له السلطة وهو الذي له القوة على الكافر. لكن قد تقول: ما لنا نرى المسلمين اليوم في حالة ضعف وفي حالة فقر بالنسبة إلى الأمم القوية الغربية الكافرة أو الشرقية؟ والله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي سلطانا. أين وعد الله؟ نقول لك سؤال الحق، لكن تأمل في المسلمين اليوم، هل هم مؤمنون أم لا؟ إذا كانوا مؤمنين فالعز لهم والسلطة لهم. تقول: ما صفات المؤمنين الذين ذكر الله بأنه لا سلطة للكفر عليهم؟ قلنا: وصفهم الرب في القرآن بخمس صفات. فأنت أن هذه مطبقها على مجتمعك. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الصفة الأولى. قال: إذا ذكر الله القلب يرد والعين تدمع وينكسر الجوارح، أم كأنك لم تسمع ولم يكن. هذا عمر رضي الله عنه قال له رجل: اتق الله يا أمير المؤمنين. فوضع خده على الأرض، كان جالس فوضع خده على الأرض، فقيل: يا أمير ماذا؟ قال: ألم تسمع يقول اتق الله؟ أخشى أن ينطبق علي قوله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الصورة الثانية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال: إذا تلي عليك القرآن بالحث على الصلاة، بالنهي عن الربا، بالابتعاد عن المحرمات، بالحث على الصدق، بمعاملة الناس المعاملة الحسنة، هل تزيدك إيمانا أو تزيدك عتوة؟ قال: إذا قلت اقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال: تحس من قلبك الخضوع والخشوع والانتشار والابتعاد عن المعاملة تلك المعاملة، أو كأنك لم تسمع وما هي إلا مرت على الأذن؟ ماذا بك؟ ماذا ينفعك شيء؟ ماذا أنت لا؟ سمعت الله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لا تبالي من إقامة الصلاة ولا الزكاة. صليت في بيتك أو في المسجد أو مع المسلمين، وجودها تعدمها، هل زادت إيمان؟ أمرك الله بالصدق ومعاملة الناس بالحسنى، فهل أثرت في أخلاقك؟ أثرت في عقيدتك؟ أبدا. كأنك كذلك لولا وجود. فهذا لما بالابتلاء والامتحان. هل هؤلاء من الإيمان؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الثالث قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أن يغيرون أمورهم إليه ويعتمدون عليه في جميع مهماتهم ومهماتهم وفي كل شؤونهم. نعم، الأخذ بتعاطي الأسباب، لأن القرآن أمرك بتعاطي الأسباب، لأنها من آيات الله. وإذا تليت عليهم آياته
فالآيات تدل على أنك تعمل بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلم يأمر الله بالأكل من الرزق إلا بعد تعافي السبب وهو المشي والسعي في مناكبها. فالقرآن يأمرك بتعافي الأسباب ولا أسباب ما ينفعك والابتعاد عن كل سبب يضرك مع التوكل والاعتماد على الله. الصلة الرابعة قوله الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها مع المسلمين المتاجدين على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. هذا كله صفات المؤمنين الذين قال الله بهم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الصوت الرابع الخامس قوله ومما رزقناهم ينفقون أي يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم متقربين بكسب أدائها إلى الله تعالى. بعد هذا قال أولئك هم المؤمنون حقا. تطبق هذه على مجتمعات المسلمين في كل مكان اليوم هل تنضبط؟ لو كانت تنضبط لا يمكن أن تجعل لهم راية وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لكن القوم غيروا فغير عليهم انحرفوا وأضاعوا فضاعوا فأصبحوا غثاء كغثاء السيل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا إلى آخر الآية. فهذا كله يدل على أن الإسلام اليوم بدت تختفي معالمه إلا في بعض البلاد القليلة لهذا تجد بينهم الفتن تجد بينهم الفقر تجد بينهم الخضوع. هذا يميل إلى الشرق وهذا يميل إلى الغرب لهم كل بسبب عدولهم عن دينهم. وإلا لو تمسكوا بحقيقة لا يمكن أن تهجم لهم غاية. هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإن سلفنا الصالح رضي الله عنه أزالوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بعثا فارس والروم. ملك فارس مضى عليه أكثر من 4000 سنة. جاءتهم سلمة كليلة من بلاد العرب لكنهم مسلمون حقا ومؤمنون حقا أخضعوهم بأوامر القرآن ونواهيه واستباحوا بلادهم كما يقص علينا التاريخ في أخبارهم. فإن المسلمين لما دخلوا العراق جعلوا يطالبون رستم ولا ينتقلوا من بلد إلى بلد. كتب كتابا وبعث فيه إلى ملك برهان الصين يقول لئن شرذمة قليلة من بلاد العرب دهنت بلادنا واستباحت أموالنا الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر. وفي الكتاب يا ملك قال عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال ماذا يأمرونكم به؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام وينهون عن عبادة الأوثان. قال وما عبادتهم؟ قال لخمس صلوات في اليوم والليلة إلى حضرت قاموا يؤدونها منتظمين سجودا خلف إمامهم وأحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال إذا أعطيتموهم ما طلبوا فذهبوا وتركونا. قال هل يكون بلا وعدي؟ قال نعم. قال هل يقدرون إذا عاهدوا؟ قال لا.
قال ارجع الى رسل فقل له يصالح القوم فانه والله لا طاقة لي ولا له بهم والله لو خار الجبال لجحيحوها من امكنتها ما داموا على هذه الحالة من تمسك بإنسان ومن ضيعه ضاع هذا دين من تمسك بإنسان ومن ضيعه ضاع وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولكن يا للأسف يا للمصيبة يا للأسف يا للمصيبة إذا نظرت في أحوال مجتمع المسلمات الآن وطبقت أعمالهم وأفعالهم وأخلاقهم وعقائدهم على أوامر دينهم وعلى نواه هل تنفذ بينها وبينهم بين العظيم لم يبقى معهم من الإسلام إلا رسمه إلا بعض الفئات القليلة هذا هو معظم ما كان عليه الناس اليوم إلا ما شاء الله ولكن لا شك أن الإسلام بدأ يرتحل والذين يقولون نحن المسلمون لم يكونوا على الإسلام الصحيح بل بدع وخرافات وأشياء ومذاهب جديدة هذا ما سوء هذا قادياني وهذا سجاني وهذا نكسبندي وهذا بهائي وأشياء لا نعرفها كلما جاءوا بها مذاهب جديدة وكلها ينسبونها إلى الإسلام ثم مع الأسف حتى الأمور المحرمة يجعلونها أغاني إسلامية مع ذلك خليفة الخمر إسلامية وزنا إسلامية هنا يأتون بالأمور البدعية أو المحرمة ويصدونها إلى الإسلام ما إلا تمنين وتمنين والإسلام منها براء الإسلام جادة بيضاء معروفة وأنها لا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الطريق الموصل الى الله والطريق هو الاسلام والاسلام معروف معروف واضح بين لا غبار عليه ولا خداع به هذا القران بين اظهرنا وهذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ايدينا نقراها ونعرفها لكن نحتاج الى تطبيق نحتاج الى تطبيق إلى من يعرف القرآن والسنة فيطبقها على الوجه الأكمل عندما ترى في كثير من البلاد من الخرافات تستغرب فهذا الجبرتي المؤرخ رجل من مؤرخ مصر وهو من أفاضل العلماء ذكر في تأريخه أشياء غريبة كانت تقع في زمنه فمن جملة ما ذكر يقول إن رئيس الخدام خدام قبر السيدة زينب شخص قال لعبد اللطيف هذا في الزمن وأن عبد اللطيف جاء بالأمس وقال إن السيدة زينب التي في مصر إنها أخبرت بأن هذه الأمس عين مباركة ينبغي احترامها وتقديسها فجعل يعظمها جعل الناس يقول جلبتي جعل الناس يهدون له قصب السكر ويهدون له أجل الأنس ويهدون له ماء الغر حتى امتلأ بيته من الليل ومن السكر ومن النعم الكبيرة لأجل بركة عين الأهل وكان يقول لنا علم بهذا محافظ القاهرة تبعه ومع أهله قال بلغني ان هذه الانز انز مباركه قال نعم ان السيده زينب اخبرت بي بقدرها بان احتضر بهذه الانز وانها مباركه وان من جاء بها لا كلا اعطيك شكر المحافظ وجلس وجعل يلاطفه حتى حضر وقت الغداء فقدم له الغداء والى عليه لحم طيب فاكل قال عبد اللطيف لا على ما قاله جبرتي هذا يا سعادة المحافظ يعني بدون سميدي وغتر الأمير هذا نحن طيب قال يا اختبأنا لك لما انت طلب العنز جاب جلد العنز حتى قد رأسه قال هذه العنز لا دجال وأمر بعض أصحابه أن يطيروا به للشوارع ويقول هذا جلد الدجال اجتنبوا
قالوا إذا كانت حكاية تنتهي بحياة تنتهي من هذا وأنه إلا إن هي الله من يقنعها قال المحاضر وما أشبه هذا شأن. وكما يذكر أيضا الشعران بالطبقات طبقات الأولياء فهو يذكر أشياء تكثر الكفر فهي من نواقض الإسلام وأن الإنسان يعتقد أنه خرج عن مدلول القرآن والسنة وأن الله أباح له ما لم يبح لرسوله ولا لهذه الأمة لأنه بسبب ولايته ارتفع عن هذا كله فمثل ما ذكر الشعران في الطبقات من كرامات الأولياء والعياذ بالله ومع هذا يبين أن فلان ذكر باسمه أنه ولي صالح وأنه ارتفع فوق الأوامر والنواهي مما أباح الله له يركب الأمارة في الشارع في مكة وهذا ما شك الله أي يعني كيف يصل الجهل والغرابة ولا سيما من يدعي العلم إلى هذه الدرجة والعياذ بالله إلى هذه الدرجة فكثير من البدع انتشرت في المغرب وفي غيرها من كثير من البلاد وبسبب هذا والبدع قد تصل إلى الكفر وقد تجر إلى الكفر تكون كوسيلة تكون كوسيلة ثم هي تختلف على حسب اعتقاد فاعليها هذا معنى ما قرره أهل العلم ومقتضى ما دل عليه القرآن والسنة هذا ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الإسلام والوفاة على الإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المسلمون أنتم جميعا اذكروا صلاة الشيخ عبد الله بن محمد المسلمين هذه الروح الطيبة وهذا الصوت الكريم وهذه المعالجة الكريمة لنواقض الإسلام كما جاء في القرآن والسنة النبوية الشريف ولقد جرت علينا شدة كثيرة حول الموضوع وخارج الموضوع ولا بأس أن نعرضها على سماحة الله لا يعني الموضوع يكون ثمرة لأنه قد نسجله أنا أحب اللي أحسن ما تلوح يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر يرجو توجيه ذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر ان من ساعد المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم انه يكفر هذا صحيح ذكرت في نواقض الإسلام والمراد من فضل من قال إنهم على حق هذا لنا صح مذهبهم أنهم على حق أو أنهم معذورون أيضا على كفرهم فهذا إذا اعتقد هذا فإنه يصل إلى حد كفر فلأن الشريعة بلغتهم والقرآن بلغهم وعرفوا كل شيء وليسوا في أثر الجاهلية فهذا بالنسبة إلى العموم هذا بالنسبة إلى العموم فهو لا شك أنه من فضل طريقة الكفار على طريقة المسلمين بأن صحح ما كانوا عليه فإنه يكفر وأو أنه يعرف أنهم كذبوا الله ورسوله أو لم يأتمروا بأوامر الإسلام ومع هذا فضل طريقتهم أو صحح ما كانوا عليه فإنه أو شك في ذلك فإنه يكفر لأنه يكون شاكا في القرآن لأن القرآن ما دام أنه كفر ثم وشك في تكفيره يكون إذن شاكا بالقرآن ومعلوم أن من شك في القرآن يكفر فالله يقول من يتولى منكم فإنه منهم أحسن ذلك الاختلاف بين علماء التكفير المتصوفين بالقبور يقع عليهم في طريقة ما تكفرهمش هل يقع عليهم كلام الشيخ؟ نعم يقع وهذا يدخل بالإجماع مسألة من طلب من القبور ما كان طلب منهم المدد وطلب منهم الغيث وتبريد الكربات وإغاثة اللهبات حتى ولو اعتقد أنهم لا يؤثرون وأن النافع الضار هو الله لكنه يرى أنهم واثقة يرى أنهم واثقة بينه وبين الله فهذا كافر إجماع بلا خلاف بين أهل العلم من لم يكفرهم بقى في العلماء من لم يكفرهم شيخ على سنهم غرام على ما يسوء
يقع عليهم شيء لما لم يفسره. إذا كان عرض له شبه ولا يفهم أرجو بإلا خلفيات هذا المدلل هو أنه يفسر ما دام أنه إجماع والمسلمين أجمعوا على هذا والقرآن يرشد إليه ويبينه. لكن هنا بقي التكفير المعين. التكفير المعين هذا هو الذي يمكن يدخل بها للعلم. أما على سبيل العموم فنعم. ذكر أن ابن عباس رضي الله عنه قال: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. فالمؤمن من هذا القول أن الاستسقاء لا يثبتان ويبدأ في خطبة التكبير أم لا؟ يقول أنه جان عباس أنه صنع كما صنع رسول الله عليه وسلم في ثلاثة. فأما من هذا خطبتان يدلك لا، لأن معناه صنع كما صليب يعني بأن صلاها ركعتين، هذا هو المعنى، صلاها ركعتين وأداها جهرا كما يؤدي العيد أيضا جهرا. وإلا بالخطبة معلوم أن الرسول ما خطب إلا خطبة واحدة لم يخطب خطبتين. إذا كان الرجل مسافر فمر على أهل قرية فأراد أن يصلي ولم يكن هناك خطيب، فهل يصلي بالمسلمين صلاة الجمعة؟ يقول إذا مر خالفهم على أهل قرية ولم يوجد عندهم من يصلي بهم الجمعة ويخطب إليهم، وتقول إن من شرط ذلك أن يكون مستوطنا، لأن من شروط من يقيم الخطبة ويعلم الناس أن يكون مستوطن، فإذا كان غير مستوطن فلا، وهذا النار ليس بمستوطن، فهل يسوغ له أن يصلي بهم؟ نقول لك هذه المسألة فيها خلاف بين الملك عند الحنابلة، لا، فالمسافر لا يصلي لا يقيم الخطبة ولا يؤم، ولكن عند آخرين من أهل العلم أنه لا بأس به لأنه لم يكن دليل يمنع من ذلك. بين الظهرين في المطر كما يجوز الزمن بين المغرب والعشاء، جمهور العلماء لا يرون ذلك، لكن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا حصل مطر وظلم أو كذا فلا بأس، يجوز الزمن ما دام أن العذر موجود فلا فرق بين العشاءين أو بين الظهرين. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أن هذا جائز ولا بأس به. أما المذهب وقول الكريمين لا، إنما هذا خاص بالمغرب والعشاء. إذا أقرعت الطائرة بعد صلاة العصر وكنت قد صليت الظهر والعصر وعلمت أثناء الرحلة أن هبوط الطائرة يكون في وقت صلاة العشاء، فهل أصلي المغرب كما تيسر لي في الطائرة؟ وكذلك الصبح إذا علمت أن هبوط الطائرة يكون بعد طلوع الشمس. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو أنك صليت الظهر والعصر ثم ركبت الطائرة ولكن فاتك المغرب ولم تنزل إلا وقت العشاء، الأولى أنك تجمع جمع تأخير ما دام أنك مسافر في طريقك. إذا هبطت ينبغي أن تصلي جمع تأخير لأنه سائغ لك سرعة ما دام أن وقت العشاء جاف، وأولى إذا كنت مسافر في طريقك. أما بالنسبة للصبح لا، حرام عليك أن تؤخرها إلى بعد طلوع الشمس، بل تصلي بالطائرة على حسب حالك، ولأنه يحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها ما عدا المسافر فيما يجوز له جمعه كالسؤال الأول، يظنه إذا جد به السعيد وأخر المغرب إلى العشاء فالوقتين يصيران كالوقت الواحد لمن ساغ له جمع، أما مثل هذا من ليس محل جمع فهذا يحرم عليه أن يؤخرها إلى أن يخرج، بل يصلي في الطائرة على حسب حاله. ولا يرجع. أرجو من سماحتكم بيان عن صحة هذا الحديث: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، من قال حين أمسي سبعا وحين أصبح سبعا كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة سواء كان صادقا أم كاذبا. ما درجة صحة هذا الحديث؟ هذا حديث يروى في فضائل الأعمال في الأذكار، ذكره النووي وغيره، ونعلم أن مثل هذا يدعو إلى التوحيد. حسبي الله الذي لا إله
يترتب عليه من فضائل الاعمال فهذا اذا صلحت نية العبد واعتقد في ربه سبحانه وتعالى فارجو ان يوفق وان يكفي لربه ما يؤمن لان رجاء الحديث انا عند حسن ظني عبدي او كما ورثنا. لا الكاذب على شيء اخر. ما هو المصافح للمرأة؟ هل هو مس يد الرجل بيد المرأة أو غيره؟ وهل يجوز التوقي بالمنديل أو العباءة حيالا بين اليدين في التسليم عليها؟ مصافحة الرجل للمرأة بأن يضع يده بيدها مباشرة هذا المصافح، كما تصافحك أنا الآن أضع يدي في يدك، هذه هي المصافحة. أما مصافحات المرأة الأجنبية بأن تضع يدها في عباتها او في هذا كل ما ينبغي سلم عليها من بعيد لك هذه دائره من المصافحه حتى ولو كان من وراء حالي ما هو الدائره فاذا كان لا بد من السلام هذا سلم عليها معلوم ما جاء في قوله تعالى يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء من غير ان يمس ايديهن ومن غير ان تلف يدها في الثمار او في غيره بل مجرد بدايه مع انها مبالغه ومع هذا مجرد كلام منه ومنها بدون ان يمس يدها لا من حائط ولا من وراء حائط. هل في الذهب زكاه وما هو الدليل وما هو نصاب الذهب والفضه في الجرام الحالي الحين؟ هل في الذهب زكاة؟ نعم في الذهب زكاة. الحبل عن غيره إذا كان زكاة أن أتى غلام على الفضة وحال عليه الحول فهي 5 دراهم. وإذا كان عندك 20 دينارا وحال على الحول فهي رب العز. وهذا أمر مجمع عليه. لأن الذهب والفضة متى بلغ كل منهما نصابها فإن فيه زكاة. أما النصاب فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها 20 مثقال 20 دينار والدينار مثقال. وبالنسبة إلى الجنيه الفرنسي الآن أو الجنيه السعودي فالجنيه يوازن 2 في الرجع، يعني إذا كان عندك 11 جنيه فقط هذه ما فيها زكاة، وإذا كانت زيادة على 11 بأن تصاد 12 فيها زكاة. هذا هو النصاب، وهو بالتحديد فيما بين 11 إلى 12، بعض يقول تقريبا حوالي 2 أو 3 أشهر معروف بالحساب، ما دام أن 20 مثقال والجنيه الفرنسي أو السعودي مثقالين ولا ربع، والجنيه الأصلي التركي الأول 1.5 مثقال الحاصل 11 بالنسبة للجنيه الفرنسي أو الجنيه السعودي على ما في الشيء. وفي الجرامات يعني حولها إلى جرامات؟ الجرامات لا الجرام يا اخي الجرام كلمه اجنبيه موجوده، انا اسالني عما قرره اهل العلم. كان ذكر الدينار والمثقال ثم زينت بالعمله الموجوده الجنيه ما تسمى من الدينار لا اعرف، لكن في الان كلام الله الريال السعودي الريال السعودي مثقالين يعني يبلغ تقريبا 56. ما حكم تعليق الايات والاحاديث على الحيطان؟ ما حكم تعليق الايات القرانيه على الحيطان؟ يا اخي القران انزله الرب سبحانه وتعالى لا لتعليقه على الحيطان، بل انزله شفاء ونور وهدايه وبرهان ورحمه، فلا ينبغي ان يستعمل القران في غير ما انزل لاجله. قال الله تعالى وينزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا، فلا ينبغي تعليقه على الجدران. القران يجل وينزه عن ان يكتب على الجدران، لان الله انزله هدايه للبشر وانزله رحمه للبشر وانزله ياتمرون به البشر وينتهوا عن نواهيه، لا مجالة في الأكسية أو في النصرة أو في الطاجين أو في الجدار، هذا ما ينزه القرآن. هل الزكاة في حلي المرأة واجبة؟ تقول هل الزكاة في حلي المرأة واجبة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم،
مذهب الإمام أبي حنيفة يرى أن فيه زكاة، وأما مذهب جميع العلماء فهم لا يرون أن فيه زكاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فقد قرر بأنه لا زكاة فيه. استدلوا جزية أحاديث منها حديث أبي سعيد إنما هي في الصحيحين إنما وعظ النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. قالوا قول ولو من حليكن يدل على عدم الوجود، على حد قول اتقوا النار ولو بشق تمرة، قالوا هذا يدل على عدم الوجود. أما الأحاديث التي جاءت لأتكون زكاة هذا ومع ذلك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن في لغة العرب الزكاة تطلق ويراد بها العارية، فإذا أعارته فهذا زكاته، هذا رأي الشيخ. وقال به عمر أيضا وعمر يجمع عن عدد من الصحابة. أما مثلا الإمام أبي حنيفة ومن وافقه يرى أن فيه زكاة، وأن داخل الحلم في عمومات الذهب والفضة التي جاءت الأحاديث بالأمر، ويستدلون بحديث أم سلمة قصة اليمانية سعيدة لله أتت بيد الله ويديها مسكتان من ذهب إلى غير ذلك. والمسألة إلى اليوم كله إن شاء الله على خير. موظف يعطى مدة شهرين لعمل ما ولكنه ينتجه في شهر واحد لمضاعفة الجهد ويعطى راتب شهرين، فما حكم أخذ راتب الشهر الذي لم يعمل فيه شيئا؟ تقول الموظف ينتجه لعمل ما عادة أنه لا ينهى إلا بشهر، لكنه بجهوده ومصابرته وقيامه بالعمل أنها في شهر واحد. أرجو أن لا حرج ما دام عند الرئيس يعلم بهذا، ولم يكن من باب الحيلة ولا من باب السرقة، إنما من باب المكافأة التي ما قاعد في عمله. فإذا كان الرئيس والمباشر يعلم بهذا فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. إذا قال رجل لرجل اذهب معي إلى مكان كذا، فقال الآخر والله العظيم ما أذهب معك، ولكن ما قال له استغفر وأنت في مكانك، فقال استغفر الله وذهب معه، فهل على الحالة شيء إذا استغفر الله وفي مكانك؟ تقول إن رجلا قال لابني قال والله العظيم لا أذهب معك، ثم قال استغفر وذهب معه، وأنا استغفر وذهب معه، لا يا أخي الله يستغفر دائم، لكن على الكفارة يمين. فالاستغفار ان كان في مكان لا يصرف عن كفارة اليمين، ما دام انه حلف يزن كفارة اليمين ولا يستغفر ألف مرة. هل تصح الصلاة خلف إمام فاسق مرتكب كبيرة ثم تاب وندم على ما فعل؟ تقول هل تصح الصلاة خلف الفاسق مرتكب كبيرة ثم ندم على ما فعل وتاب؟ الصلاة خلف الفاسق بعد التوبة هذا مما لا شك فيه، ما دام انه تاب ندم هذا لا شك فيه، لكن ندم اذا كان قبل ان يتوب. صلاة خلف فاسق قبل ان يتوب فهذا هو محل البحث. جمهور العلماء اذا كان فسقا يعني لا يصل الى مثل ما كبر كشرب خمر وما اشبه ذلك، جمهور العلماء يصححون امامته ولا مانع منها. اما الحنابله يقولون لا، لا تصح الصلاه خلف فاسق ككافر، يعني ما تصح، لكن من المفردات. وأما جمهور العلماء يرون أن الصلاة خلف الفاسق ولا سيما إذا كان فسقه من جهة الأفعال لا من جهة الاعتقاد، فهذا يصح جمهور العلماء ويستدلون بحديث وإن كان في يهود صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، ويستدلون بعمومات أخرى. هل يزكى الدين الذي عند الفقير؟ تقول هل يزكى الدين الذي عند الفقير؟ الحنابلة يقولون نعم إذا قبل يزكي لما مضى من السنين، لكن الصحيح المفتاح أنه لا يزكي إلا لسنة واحدة، إذا قبل يزكي لسنة واحدة. ما حكم من مات من المسلمين وهو لم يصلي، فهل يجوز الصلاة عليه؟ يقول ما حكم من مات من المسلمين وهو لم يصلي، حيث هذا مسلما ما دونه لم يصلي ولا هو من الإسلام. أين تنفصل بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؟ فما دام أنه لا يصلي لا ينبغي الصلاة عليه، بل ولا يذم مع المسلمين في مقابرهم، بل ولا يرده أقاربه المسلمون كما رمله الإمام أحمد وهو قول أهل الحديث.
هذا حتى ولو كان معترفا بالوجود عند هؤلاء، اما اذا كان معترفا بالوجود وترك عقله وقت الحد كما قلنا ان التلبيات العاصم هذا الذي لا يصلي لا يصلى عليه. سمعت الشيخ نرجو ان تشرح لنا رايكم في كتاب الانسان الكامل للشيخ محمد علوي مالكي. ارجو ان تشرح لنا رايكم في كتاب الانسان الكامل للشيخ محمد علوي ما ادري صاحب الشارع بيته. علوي الانسان الكامل هذا لم اطلع عليه ولا اعرفه الا ان اطلعت على كتاب الله سماع الذخائر المحمدية وصلوات أخرى مجمع يقول صلاة المسيسية ومدري إيش بعد هذا اطلعت عليه، أما الإنسان كامل هذا لم أطلع عليه، إنما اطلعت على كتاب الله سماع الذخائر المحمدية فيه من الشرك الأكبر وفيه من البدع والخرافات ما ينبغي تركه ومناصحة مؤلفه هداه الله ووفقه من كل خير ومنحنا وإياه التحقيق والتوفيق. فهذا الكتاب الذي ألفه مما أذكر الكثير من المواضيع أشياء شركية كبر وأشياء مضحكة وأشياء أخرى، فحاصلها أنه ذكر في ترجمة نقل عن ابن بكر قصيدة تتضمن طلب الغيث والمدد من النبي صلى الله عليه وسلم وأن خير الدنيا والآخرة كلها بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسي ما كان لله وكأنه لم يعرف قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كان يقول لا بل الأمر كله بيد الرسول وهو الذي يدخل الجنة من شاء إلى غير ذلك، كما تعطيه القصيدة التي ساقها إلا أنه لم يكرها ولم يردها، لكن ذكره لها ولم يردها معلوم أن عادة المؤلف كل ذكره ولم يرده فهو يعتبر مكرا له راضيا به، فهذا هو المثال. والناحية الثانية ذكر أشياء مضحكة، ذكر أن الرسول كان يتوضا بقبره وأن يصوم وأن يحج مع الناس كل عام، لا أدري نسي إنك ميت وإنهم ميتون، نسي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، فكان الرسول يتوضا ويصلي ويصوم ويحج ويحضر الموالد هذه كلها خرافة، لا أصنع الرسول لا شك أنه حي في قدره لكنها حياة برزخية وهي أعلى من حياة الشهداء الذين قال الله بهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حياة أكمل من حياة الشهداء إلا أنها حياة برزخية العقول لا تدركها، كما قال جمع من العلم في الحياة البرزخية لا تدركها العقول، إنما جاءت الأحاديث في الشهداء أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تهوي إلى قناديل من دار معلقة في العرش وأنها تسعى الجنة أو كما ورد. هذا الذي ذكره أن من أن يصوم وأن ذهب التكليف فلا يأتي أن يكتب وأن يحج كل هذه الأشياء، ومنها أن نقل سامح الله عنه خير من جهر كتاب الجلالة كان نقل حرف ابن قيم تكلم على الصلاة على النبي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك بصلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما سميت على إبراهيم أو إبراهيم وآل إبراهيم كما البخاري، البخاري تكلم على آل إبراهيم وقال إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وخليل الرحمن وإمام الحنفاء ووالد الأنبياء، فكل طريق يصل إلى الله ومشدود إلا من طريق آل إبراهيم يعني ذرية الأنبياء ذريته، فجميع الأنبياء
الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم فلا هناك طريق يوصل إلا من طريق الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم، لأن الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من ذرية. فحرف هذا وأصبح إبراهيم وقال كل طريق يوصل إلى الله مشروط إلا من طريق أهل البيت يعني هذا هو الرب عين، يعني من طريق أبي بكر أو طريق الصحابة من نسله جاءت الأحاديث عنهم لا نعتبرها، لأن الطريق مشدود إلا إذا جاءت الأحاديث عن الحسن أو الحسين أو العلم مثل خالد بن شيبة. وأما الطرق الأحاديث التي جاءتنا من غير طريق أهل البيت فهي مشدودة. فيحرر كلام ابن القيم وأثبت إبراهيم أن المساق ابن القيم من أجل الأنبياء من ذريته، فهو جعل من طريق أهل البيت. ثم أيضا أهل البيت فيهم الطيب والخبيث، كان بذرية إبراهيم ونحن الطيب والخبيث. قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب خير مهتد وكبير منهم فاسقون. فتأمل قوله وكثير منهم فاسقون، كثير من ذريته إبراهيم كثير منهم فاسقون، فكيف قال ان الطريق مشدود الا من طريق عليه حتى لم يكتبوا في الشاحون؟ قال هذا الذي انا وقفت عليه من المؤلف، تأمل الانسان الكامل هذا لم اعرفه ولم اقل عليه. فاذا جاء عند الاخ نسخه لعلني يرسل عليه نسخه. يا رأي سماحتكم في من قال انه لم يعد يوجد من يحكم الشرع الصحيح، اي سؤال؟ اما قولك انه لم يوجد، لا يوجد ان شاء الله، لا تحمل الارض. الم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم؟ وكونهم على الحق يعني لا بد يوجد من يحكم الشرع ويعمل وفي أنفسهم أو في غيرهم يعني، ولا يشترط أن تكون طائرة معينة أو في بلد معين أو في بلد جديد وإن كانوا متغربين بأنحاء البلاد كما قال النووي وغيره، والله أعلم. نقتصر على هذا خشية المثال على إخواننا المسلمين يعني. أكرر الشكر لسماحة الشيخ عبد الله الحميد وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء، وإلى لقاء قريب الأسبوع المقبل في مكان الوقت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والردة في خبرة من عبد الله، ومن جعل
الشريعة الإسلامية ناقصة وأن الناس في حاجة إلى قوانين البشرية الوضعية، فقد ظل سن وقد ظل وكفر، فإنه توقف شريعة الله ورماها بالنهي براء منه. ولو قال إنها أفضل ولكن الناس في حاجة إلى القوانين وهي جائزة فذلك ردة أيوة، أو قال إنها تساوي الأحكام الشرعية فهذا كله ردة. من زعم أن قوانين البشرية أفضل من الشريعة أو أنها تساوي الشريعة أو أنها جائزة ولا بأس بها ولو خرجت الشريعة، كل هذا رجع عن الإسلام أعوذ بالله، كما يتضح ذلك وكما اتضح ذلك من محاضرة الشيخ وفقه الله. المقصود أن هذا البلاء يجب أن يكون على البال وأن يحذر من جميع ولاة الشعوب، وأن الواجب على ولاة أمور المسلمين أن يحكموا شريعة الله في عباد الله، وأن يحذروا ما وقع فيه أعداء الله. والله يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بين بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: هذا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ويقول عز وجل: ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالأمر عظيم. وبعض الناس قد يظن أنه لا بأس إذا قيل أن الشريعة أفضل ولكن يجوز تحكيم القوانين، وهذا من أقبح الغلط ومن أقبح الضلال، بل لا تحكيمها ابدا. تحكيم القوانين الوضعيه لا تحكيمها ابدا فيما يخالف كتاب الله عز وجل، ولا يجب ان يقال انها جائزه وشريعه افضل، بل الشريعه هي الواجبه للتحكيم واللازمه للتحكيم، ولا يجب ابدا تحكيم سواها. ومن زعم انه يجوز تحكيم سواها ولو قال ان سواها دونها وانها افضل واعلى فقوله رده وكفر وضلال نعوذ بالله. ومما نبه عليه هو مهم جدا ما يظنه بعض الضالين وبعض المبتدعة من الصوفية، أنه يسع بعض الأولياء بعض الناس أن يخرجوا عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم لهم الحرية، وأن إذا بلغوا درجة من العبادة صارت لهم الحرية أن يخرجوا عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لهم دين آخر وسبيل آخر. هذا من أعظم الضلال أيضا، فإن الواجب على جميع الناس أن يتبعوا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا له، وأن يحكموه، وأن يعبدوا على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي أمرت الشهر الأشهر لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا هداية ولا سلامة ولا نجاة إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فمن خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أديان أخرى أو إلى شرائع أخرى دائما أن ذلك يجوز له، وأن الخصوصية بسبب ولايته أو عبادته أو نسبه أو كذا أو كذا فهو ضال كافر. كل الناس يجب عليه أن يخضعوا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كل الناس يجب عليه أن ينقادوا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن لا يخرجوا عن ذلك أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل رسول من يأبى؟ قال: من أطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله يقول في كتابه العظيم: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فالهداية والنجاة في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، والهلاك والضلال والكفر والبعد عن الهدى في الخروج عن شريعته واتباع غير هدي عليه الصلاة والسلام. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يضاعف أيضا لفضيلة الشيخ وفقه الله، وأن يزيده خيرا وأن يزيده عنا خيرا، وأن يحفظنا وإياكم بذكر دينه والاستقامة على شريعته، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنا يا جميعا بالاستقامة على صراطه المستقيم، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.